اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في كل أرض ومكان، اللهم انصرهم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي روهينيا وفي فلسطين. اللهم وحرر المسجد الأقصى، إلى رحاب المسلمين. اللهم وأعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن هاربهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم برحمتك يا